السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. الأرجنتين بلد اللحمة، بلد المشويات، زي ما قلنا قبل كده يا صاحبي إن الأرجنتين تتميز بأجود أنواع اللحوم. ليه؟ لأن الأرجنتين بتتميز بمساحات خضراء كبيرة على مدى الشوق. البقر والجاموس والغنم ما بيبذلش مجهود عشان يلاقي الأكل بتاعه. أنا النهارده حرفيا بوريك اللحم في الأرجنتين، شايفين اللحم عاملة إزاي؟ وبتشوي على إيه؟ على نار هادية، على الحطب زي ما بيقولوا، او الفحم اللي هواك فيه. شايف يا صاحبي الدهنه اللي نازله منه اهي؟ ده مطعم اهوت. بس والسنيور اهوت. ولاكم استاذ كله بين اهو. السنيور صاحب المطعم بيشوي عشان يقدم اللحمه للزباين. شايفين اللحمه الارجنتيني؟ يا سلام يا سلام يا سلام. وبيرمي العظم. لسه بور البرو، لسه بور البرو. سي بور البرو، بره البر. اه بره البرو. سي لسه بره البرو. مرا لسه بره البرو. ايوه سي. بقول لي ده للكلب. هاو هاو هاو. جراسيس. ده للكلب يا اصدقائي، ده للكلب. يعني هيدي لي الكلب، شايف؟ مش هرميه. بس دي اللحمه اهي، اهي زي ما انت شايف. مويريكا مويريكا اسادو. ها يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا اصدقائي، يا سلام. شوف السنيور بيسعدني والله. شايفين الناس العسل؟ شايف بوريك اللحمه الارجنتينيه. ارجنتينا كارن سي. مويريكا مويريكا سنيور مراه. اوه 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 اوه. احلى حاجه انا بتشوي على 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 النار هاديه يا اصدقائي، يعني مش مستعجلين. شايف براحتهم اهو 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 على نار هاديه، مش مستعجلين خالص. ان شاء الله تقعد 3 4 ساعات مفيش اي مشكله. شايف يا صاحبي اللحمه؟ بالله عليك شايف اللحوم؟ اه دي فيها دهنه، بس الدهنه بتتصفى تحت زي ما انت شايفه. شايف اهو اهو يا صاحبي. يا سلام يا سلام يا سلام على الروعه، يا سلام على الجمال والروعة. بلد اللحوم حرفيا الأرجنتين. أوريك إيه أكتر من كده؟ أوريك. نو تركيا نو. خبز. خبز. يا سلام يا سلام يا سلام على اللحمة، يا سلام. أهو. مويريكا سنيور.